يستمر الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية في دعم الأسر المصرية، حيث تتواصل فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة في دعم أهالينا من محدود الدخل على مستوى الجمهورية، وتأتي في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. ارتاح أول ما تشوفه وشه سمح طيب وبشوش، وتحسه قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش، بالضحكة اللي على جبينه. وأنا شغال دلوقتي لقيت مبادرة كلنا واحد، لقيت مأمور المركز داخل عليا بكرتونة، كل سنة وأنت طيب يا ريس وتعود الأيام بخير. كل سنة وحضرتك طيبة، مش ناقصك حاجة؟ ربنا يبارك له يا رب، واحنا معاه في ظهره من الميت، ربنا يكرمه يا رب وربنا يبارك. بدأت واحدة والفربط واليوم الدين، الشعب اللي في وقت الشدة دايما. كل سنة وحضرتك طيبة وبصحة وبسلامة. واللي بإذن الله بيتحدى نزل سلاحه بيرجرجيه، شعب أصل معدن وتاريخ طبعا هم المصري. تحيا مصر، ربنا يحفظكم يا رب. انطلق مأموري الأقسام والمراكز بنطاق دوائرهم لتوزيع مواد غذائية على المواطنين في أماكن إقامتهم وفي مواقع عملهم، حرصا منهم على أن تصل المساعدات لمستحقيها. احنا بنشكر الرئيس ان هو فاكرنا والله في كل عيد. اتفضلي، دي هدية من السيد الرئيس مناسبة 30 يوم. والله ده أنا بحبك وبشكرك جدا جدا، وأنت على دماغنا من فوق، والله ربنا يسترها معاك يا حبيبي. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر تمد الإيد. وعمر يا مصر الله يبارك لنا فيه ويخليه، دايما فاكرنا ودايما بيوصينا نروح لكم لغايه عندكم. ربنا يبارك له ويخلي له اولاده، ربنا يخلي له اولاده ودايما لمصر. وتحيا مصر، تحيا مصر. عمر الشعب ده ايد واحده والفربط واليوم الدين، الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين، واللي باذن الله بيتحدى نسل سلاحه بيرجرجيه، شعب اصل معدن وتاريخ طبعا هم المصريين. كل سنه وانتم طيبين. دي هدية من السيد الرئيس بمناسبة عيد الأضحى، وكل سنة وانتم طيبين يا حاج. دي هدية السيد الرئيس بمناسبة عيد الأضحى، وكل سنة حياتك طيب. بنقول للرئيس كل سنة وانت طيب، وبنقول لرجال الشرطة كل سنة وانتم طيبين، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شايل لها 100,000 جنيه على حبها من يوم ما اتولد، جيل بيسلم رايا الجيل. إشادة كبيرة من المواطنين بمبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة التي ترسخ لقيم اجتماعية تحرص عليها وزارة الداخلية، وتؤكد معها على أن الأمن الإنساني في مقدمة أولويات الوزارة لدعم المواطنين. بشوش وتحس قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش، بالضحكة اللي على جبينه ربنا جنب. دي هدية بسيطة عشان عيد الأضحى. كل سنة وحضرتك طيب. انت طيب يا ابني، ربنا يديك الصحة. يا رب يستر طريقك، ربنا يخليك، رب يستر طريقك ويخليك يا رب. ربنا يخليك. يعيش الرئيس وربنا يخليه للغلابة، وهو حاسس بالشعب كله وبيوصل لنا في أي مكان. يحش عن المرض ويطول عمر ويحش عن الوحش
ويقعد رئيسنا على طول، ما يضرناش فيها ابدا يا رب. كل سنة وهو طيب والشعب المصري كله بخير، وربنا يخليه لينا وخلانا في أمان وعشر على عشر. مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة ترسم الفرحة والبهجة على وجوه المواطنين في منازلهم وفي الحقول وأماكن عملهم، فهي تسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً. أنت مش عايز أي حاجة؟ مش تأمر بأي حاجة؟ محتاج حاجة تعملها لك؟ هدية بسيطة كده مسادة باسم الجمهورية. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. ربنا يخلينا الرئيس ويوسع في رزق الرئيس يا رب. الضباط قبلوني في الطريق دلوقتي ووقفوني وادوني هدية الرئيس. يا رب تفاديه وتكتر منه، يا رب يسعده، يا رب تسترها معاه، يا رب يا رب تسترها معاكم كلكم ويفاديه. أنا كنتش متوقع إن الضباط يجوني لغاية بيتي ويدوني هدية الرئيس، وربنا يخلي لينا ويخلي لنا الغلابة. صحي يا مصر.